إذا استمر الحيض أو النفاس مع المرأة. نعم. إذا استمر الحيض أو النفاس مع المرأة وأكملت كل مناسك الحج إلا الطواف وأرادت السفر لأنها قد جاءت مع حملة، لا سيما الحملات التي من خارج المملكة، ويجب عليها أن تذهب مع هذه الحملة، فماذا تفعل من هذه حالها؟ إذا كان بإمكانها إذا طهرت أن ترجع متأدي طواف الإفاضة فلا بأس أن تذهب إلى بلدها، وإذا طهرت واغتسلت تأتي مع محرمها وتؤدي طواف الإفاضة. أما أن تروح وتترك طواف الإفاضة ولا ترجع هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال أحابستنا هي، دل على أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة أنها تحبس وليها ويبقى معها. أحابستنا هي، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. لكن إذا كانت ما تستطيع البقاء في مكة بعد الحج ترجع إلى بلدها وتحتفظ ببقية النسك، فإذا طهرت واغتسلت ترجع وتؤدي طواف الإفاضة فلا بأس بذلك، ما يلزمها البقاء في مكة. نعم.